شنو الحكمة؟ ليش الهلال يطلع أول الشمس أول ليلة هالصوب وبعدين شوية ليلة الأخرى فكم دقيقة يتأخر ليلة وهكذا حتى عاد كالعرجون القديم هالصوب آخر الليل. أول الشهر أول الليل، آخر الشهر آخر الليل، قريب الفجر أو بعد الفجر. شنو السبب؟ يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فيها حكم مواقيت للناس. بالأول حتى الآن بعض البلدان الإسلامية تواريخهم، تواريخ الحكومة وتواريخ الناس، تواريخ الولادات كلها محسوبة بالتاريخ القمري مو بالتاريخ الشمسي. الآن أوروبا جابوا لنا تاريخ الشمسي، تاريخ الولاء شو اسمه، تاريخ القمري، وتاريخ القمري في التاريخ طبيعي، حتى الأم ما يحتاج لازم يدرس، حتى الأم اللي ما رايح المدرسة تقول لها اليوم شنو؟ هذا البدوي بالصحراء هذا رايح مدرسة؟ لا، تقول لهم شنو؟ يشيل راسه يقول هالليلة أول الشهر، هالليلة ثاني بالشهر. في الواقع قل هي مواقيت للناس، وهذا التوقيت الطبيعي. شوف اسمع اسمع، دورات النسائية، دورات الدم عند النساء مطابقة على يا شهر؟ شهر الشمس أو القمري؟ على القمري. شنو العلاقة سبحان الله بين الدم الموجود في رحم المرأة أو البنت ها وبين حركة القمر؟ منازل القمر وين؟ ورحم البنت أو رحم المرأة وين؟ هاي علاقة إلهية، الشمس والقمر بحسبان، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسير القمر في منازل، هو يسير الدم في أرحام النساء وأرحام البنات، أكو ارتباط. والمولود يبقى في بطن أمه بحساب الشهر القمري مو حساب الشهر الشمسي. بعدين تدرون أن عملية المد والجزر، روح للبصرة، روح شط العرب، شط العرب لما تروح تشوف في أيام اللي نص الشهر القمري وضعية المي وين؟ المي يرتفع، نهاية الشهر المي ينزل يصير جزر. شنو العلاقة؟ يقولون هناك علاقة ما بين ارتفاع القمر وارتفاع مي الخلاصة الجزر والمد، مسألة الجزر والمد، مسألة دماء العادة عند النساء، وهنالك مسائل أخرى هذه بعد مو شغلي ولا شغلكم، يمكن بعض الفلاحين يعرفوها. الفلاحين يقولون اكو بعض الثمرات، اكو بعض مثلا على سبيل العرموط او كذا فاكهة كذا ما بيصير حلال الا نور القمر يضرب، نور الشمس الى اثر، نور القمر الى اثر، فنور القمر له تأثير على الخضار، على الفواكه، على دم الدورة الدموية عند النساء، على الجزر والبحر، وهكذا غير مسألة الحج. الحج أيضا شهر رمضان احنا شلون نعرفه؟ يمتى نبدأ بالصوم؟ يمتى نفطر نعيد رمضان؟ فهذه كلها سبحان الله الله جاعلها في القمر. وهنالك آثار أخرى بعد ما أطول عليكم، لذلك يقول وقدره منازل. نعم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، بعدين صور القمر، قدره منازل، يعني كل ليلة في منزل. هالليلة إذا القمر في منزل، ليلة الأخرى مو نفس المنزل، منزل آخر وراء. ليش؟ لتعلموا. اللام ما لتعلموا تدري شو معناته؟ لام العلة، يسمونه لام العلة، يعني علة تقدير القمر منازل، وجعل الله سبحانه وتعالى القمر نورا حتى أنا وأنت يصير عندنا علم بيش
لتعلموا عدد السنين والحساب. حسابات تجارية، حساب تجاري، حضرتك تطلب حاجة، الفلاحين وأهل الصناعة وأهل التجارة واللي يريد يسافر واللي يريد يبيع ويشتري، هذا كله مبني على مسألة الشمس والقمر، شمس والقمر، لتعلموا عدد السنين والحساب. فإذا فرضنا إحنا عشنا في مكان ما في بي قمر أو بي قمر بس القمر أصلاً ما ينشر، أكو أماكن في كرتنا الأرضية، إذا تروح إلى القطب الشمالي أو القطب الجنوبي أكو أماكن لا قطب، روح إلى جزيرة غرينلاند مثلا، روح إلى الشمال كندا، هناك تشوف كل 3 شهور كل 4 شهور للشمس تنشاف وللقمر. ذولاك شلون يعرفون رمضان عن محرم عن الحاج عن بقية الأمور؟ هذه تلتبس عليهم الأمر. ولذلك جاء الآن علم الأدوات الآن خفت عليهم المسائل، لأنه العلم الحديث جاب لنا قوانين أخرى، بسبب اتباع القوانين الحديثة يعرفون. ولكن يوم اللي ما كانت هالقوانين الحديثة الناس كانوا يقعون في جهالة. إذا فد واحد سجين يخلوه بالسجن تحت الأرض، زنزانة تحت الأرض بحيث لا يشوف الشمس لا يشوف القمر، شلون يعرف أوقات صلاته؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. نعم، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. الآن لو فد شيوعي فد ملحد تقول له هذا شنو الحكمة في خلق شنو؟ ما عنده جواب. لكن يؤمن بالله عز وجل يدري كل هذه الأمور كل دلالة على حكمة الله، رحمة الله، أن هذه التصرفات هو الذي خلق السماوات والأرض وكل الأجزاء الكبيرة خلقها في جسمي وجسمك، جسم الإنسان، جسم الحيوان. ولذلك يقول الشاعر يخاطب الإنسان يقول: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. انتقل من دوران الأفلاك إلى دوران الدم في جسمك، إلى كل شعرة اللي تطلع من جسمك، إلى كل خلية. روح ادرس علم الطب، علم التشريح، علم النبات، علم الحيوان، حتى تعرف هدني كلهن الله رابطهن شي بشي. فالحيوانات والإنسان والنباتات وكل شيء، والبحار والأنهار والحر والبرد والمطر والسحاب، كلها مرتبطة بعضها ببعض، والمشرف عليها ومدبرها ومقدرها هو الله جل وعلا، الذي احنا ما نفكر. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لتعلموا عدد السنين والحساب. ثم يقول: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لمن؟ لقوم يعلمون، لا لقوم يجهلون أو يتجاهلون أو يغفلون، لا، يفصل الآيات. يعني شنو؟ أي آيات؟ هذا يتحمل معنيه. الآيات يعني هالآيات اللي الآن نقرأها يفصلها. من يوم اللي بدينا كم آية قرأنا؟ كل آية الله فصلها وخلى بها معاني. زين، كما أن الشمس والقمر من آيات الله، الله يفصلها، يفصلها بالسماوات. هاي الآيات يفصلها بالقرآن، ذيك الآيات يفصلها في الآفاق. زين، بعدين قبل ما أنزل أقرأ آية حتى يكون دليلا على حكمة الله، الله تعالى يقول: سنريهم في المستقبل، راح نراويهم
يعني يوم اللي يتقدم العلم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الله يوفق ما بين، يقارن ما بين الآفاق سماوات وما بين شنو؟ أنفسنا، قلبي وقلبك، دمي ودمك، مخي ومخك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله هو الحق، دين الإسلام هو الحق، والقرآن هو الحق، ونحن إن شاء الله على طريق الحق. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، كلكم وياي، أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، اللهم استجب دعواتنا يا الله. اللهم اشف جميع المرضى بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم اشف كل مريض ومريضة وكل طفل مريض وكل طفلة مريضة يا الله. ألبسهم ثوب العافية والصحة يا الله، ألبسهم لباس العافية والصحة يا الله. فرج همومنا، اكشف همومنا، اقض حاجاتنا، نور قلوبنا بالإيمان، اجعلنا من أتباع القرآن. اللهم اغفر برحمتك ذنوبنا واستر له عيوبنا. اللهم فك رقابنا من النار واجعلنا من أهل الجنة، احشرنا مع محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات. يا دين إيماني بقرآني، فالله أحيا أحيا به الدنيا وأحياني، فالله أحيا أحيا به الدنيا وأحياني. لا شيء يا إيماني بقرآني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا أحيا به الدنيا وأحياني، فالله في فرج صاحب العصر والزمان. الثالثة بأرفع أصواتكم. بسم الله الرحمن